لو عندك دهون عنيدة ما بتنزلش بسهولة وعندك جوانب عندك أرداف، تابع معايا الفيديو للآخر وشوف الطريقة الصحيحة وشوف الوصفة احنا عملناها ازاي، لان اهم من الوصفة تتابع معايا الخطوات وتابع معايا الفيديو للآخر. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة، تعالوا بقى كده نشوف الوصفة معايا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا النهارده سهله وبسيطه زي ما تعودنا مع بعض دايما. الناس اللي هي بتقول لي عايزين وصفه لتخسيس الكرش، عايزين وصفه لتخسيس الارداف، الجوانب، الحاجات ديت، النهارده ان شاء الله انا عامله لكم وصفه مخصوص لكل المشاكل دي. طيب احنا عايزين نعرف الوصفه بتاعتنا، تعالوا يلا كده نعمل لايك للفيديو بتاعنا ونشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. تابع معايا الوصفه للاخر، علشان اهم من انك انت تعرفي الوصفه مكونه من ايه وايه، اهم حاجه ان انت تتابع معايا الوصفه وتعرفي الطريقه المظبوطه علشان الوصفه تعمل معاكي نتيجه كويسه وتعملها صح. تعالوا بقى كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه الوصفه النهارده بتاعتنا عباره عن ايه. انا اول حاجه معايا زي ما انتم شايفين الليمون والثوم، في بقى تالت مكون معايا، ده اهم تالت مكون، تمام. تعالوا بقى كده نشوف الاول انا هعمل ايه في الثوم والليمون، وتابعوا معايا الطريقه الصحيحه علشان تعملها صح وتجيب معاكي نتيجه مظبوطه. زي ما انتم شايفين كده انا معايا يعني حوالي كده 5 فصوص ثوم. لو انت عندك الثوم كبير كفايه اول 3 4 فصوص، تمام. انا عشان معايا الثوم صغير شويه يعني زودت الكميه. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هقطع الثوم بتاعي كده اهوت زي ما انتم شايفين شرايح، مش هنحطه بحاله علشان انا عايز استفاد بكل المكونات اللي جواه، تمام. ده كده اهو، تعالوا بقى كده نشيل الليمون كده على جنب وهنمسك الثوم بتاعنا كده اهو كلته هقطعه، يعني كل فص كده همسكه اقطعه 3. ليه؟ علشان يخرب كل الفايده اللي انا عايزاها من جوه، لان لو انا حطيته بحاله كده مش هستفاد منه، تمام. ده كده نمسك الثوم قطعته شرايح بالطريقه دي كده، تعالوا بقى كده ننزله اهو. ده كده انا حطيت الثوم زي ما انتم شايفين وقطعته زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نشوف الليمون. الليمون طبعا بيبقى مغسول، لان انا هاخده بقشره كده اهو، هنقطعه، امسك كل ليمونه هنقطعها 4/4 كده، بالشكل ده كده كل ليمونه هقطعها 4. حابه انت بقى تعملي ليمونتين تعملي 3 براحتك انت. ده كده ليمونتين اهو، هنعمل التالتة كمان، لان الليمون عندي يعني يعتبر صغير شويه مش كبير ولا حاجه قوي، يعني لو انت عندك الليمون كبير يكفي 2 بس. بالشكل ده كده شايفين، ده كده اهوت. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هحطه على الثوم، تمام اهو. ده كده الليمون مع الثوم. طيب التالت مكون اللي هو معايا بقى ايه؟ اللي هو خل التفاح، تمام. ده كده يا جماعه الخل التفاح اهو، هنحط حوالي كوباية او نص كوباية يعني على حسب الكمية اللي انت عايزاها، بالشكل ده كده. ده كده حطينا المكونات على بعض اهيت زي ما انتم شايفين، وبنقلبها تقليبة كويسة كده بالطريقة دي، تمام. شايفين انا ما حطيتش اي حاجة خالص غير الخل المركز اللي انتم شايفينه دوت، مع الليمون بالقشر بتاعه مع الثوم. بس المهم عندي ان انا عملت ايه؟ قطعت الثوم، علشان لو انا حطيت الثوم بس كده بحاله ونقعته مش هيديني الفايده الكافيه اللي انا محتاجاها، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هقوم مغطيه عليها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. المهم عندي يكون انقع في اي حاجه ازاز، يعني تنقع المكون بتاعك في حاجه ازاز. لو انت عندك ازازه بغطايه ده هتبقى كويسه، تكون واسعه كده، او برطمان ازاز ده هتبقى كويس.
ما عندكش اي موجه كده زي ما انا عملت، ومغطيها كويس جدا. طب هنعمل ايه بعد ما عملت كده؟ هنبدا ان احنا ناخد من الوصفه بتاعتنا دي. طبعا مش هنشرب بقى الخل مركز ولا حاجه، لا هنعمل ايه، هنجيب كوبايه ميه دافيه زي ما انا هجيب معاكم كده دلوقتي. بنجيب كوبايه الميه الدافيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ده كوبايه ميه دافيه. هناخدها ازاي؟ هناخدها مره واحده بس في اليوم. طيب المره الواحده ديت هناخدها قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ الكلام ده كلياته ده ان شاء الله هنقول لكم برده في الفيديو، خليكم معايا وتابعوا معايا الوصفه للاخر. بصوا بقى يا جماعه، كوبايه الميه الدافيه دي ده كويسه جدا لما انت تاخديها على ريق، تمام؟ اي حد عايز يخس بنشرب كوبايه ميه دافيه، ده شيء طبيعي. فما بالك بقى لو احنا شربنا كوبايه الميه الدافيه كده مع خل تفاح مع توم مع ليمونه زي ما انتم شايفين كده، ده بسم الله ما شاء الله هتديكي نتيجه ممتازه. ده عن تجربه وان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا، لان في ناس جربتها وجابت فيها يعني جابت معاها نتيجه ممتازه، تمام؟ هناخدها ازاي؟ هناخد من منقوع خل التفاح والثوم والليمون، هناخد معلقتين على الكوبايه ديت، معلقتين بالمعلقه الصغيره اللي انتم شايفينها ديت، ده كده معلقه، وناخد كمان معلقه، تمام؟ ده كده خلاص اهو، هنقلبها كويس. طب تمام، فانا دلوقتي باخد منه خلاص كل الفايده بقى اللي في الليمون واللي في الثوم نزل في قلب الخل دوت، فبالتالي هجيب معايا نتيجه بقى كويس. هنشرب كوبايه الميه الدافيه ديت بخل التفاح بالثوم بالليمون زي ما انتم شايفين كده مره واحده بس الصبح قبل الاكل، قبل اي حاجه بنكون شاربين كوبايه زي ديت مره واحده بس في اليوم. دي الكفيله الوحيده ان هي تنزل معاكي كل الدهون المتراكمه او كل الدهون العنيده اللي ما بتنزلش بسهوله، تمام؟ كل يوم بقى يعني ممكن تاخديها كل يوم لمده اسبوع اسبوعين على حسب ما تحسي ان فعلا جسمك بدا ان هو ينزل معاكي. طبعا مش هناخدها ونقول لا ده ما عملتش حاجه والكلام ده كله، لا. في بقى انت ممكن تعملي بقى من عندك ايه، تحافظي على اكلك، تبعد عن الكربوهيدرات، تبعد عن النشويات، الحاجات دي كلها. طبعا العشاء ما نتعشاش يا جماعه، عشاء خفيف جدا، زبادي، جبن قريش، طبق سلطه، الحاجات دي كلها. هتبصي تلاقي نفسك خسيتي النص، يعني هتجيب معاكي نتيجه ممتازه كده من الاخر، تمام؟ اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.